بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الطلبة الذين جاءوا لطلب العلم من بلاد مختلفة ومن بلاد بعيدة، أسعد الله سعيكم وبارك فيكم ووفقكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. مدير الجامعة بالنيابة وسائر القائمين على هذه الجامعة المباركة من مدرسين ومن موظفين وكل من يعمل في هذه الجامعة لأداء رسالتها التي أسست لأجلها، وقد ولله الحمد ظهرت آثارها وتبينت ثمارها، كل يشهد بذلك. فنسأل الله أن يبارك في جهود القائمين عليها وأن يمدهم بالنصر والإعانة والتوفيق. إنه ليسرنا أن نرى هذه الجامعة وهي تؤدي واجبها وتحتضن نخبة من أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها لينهلوا من هذا الدين وعلومه من الكتاب والسنة، ثم يذهبون إلى بلادهم دعاة ومدرسين ومرشدين، عملا بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأرجو أن تكون هذه الجامعة بطلابها ومدرسيها والقائمين عليها أن يتحقق فيهم هذا الوصف المذكور في هذه الآية الكريمة التي بيّنت الخطة للدعوة إلى الله سبحانه، وبيّنت أن الدعوة إلى الله أمر واجب، فلا يقتصر الإنسان على نفسه بل يدعو من حوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يتمدد الخير إلى بقية المحتاجين إلى هذا العلم والمتطلعين إلى هذه الثمرات التي يأتي بها إليهم من جاء إلى هذه الجامعة وغيرها من مصادر العلم، ثم يذهب إلى قومه منذرا ومحذرا وداعيا إلى الله بإذنه، وبهذا ينتشر العلم وينتشر الإسلام. فالإسلام أولا يقوم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد الدعوة الجهاد في سبيل الله بقيادة ولاة أمور المسلمين. هذا ما تقوم عليه الدعوة
في بلاد المسلمين وفي غيرها. فالمسلم بصفة عامة والعالم بصفة خاصة إنما يريد إنقاذ من يشاء الله إنقاذه من البشرية من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة. هذه مهمة طلبة العلم ليتفقهوا في الدين، وهذا يدل على أن الذي يدعو لا بد أن يتسلح بالعلم أولاً، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على أيدي العلماء الذين يحملونه خلفاً عن سلف. فهذا هو طريق الدعوة إلى الله، وأنها تقوم على العلم النافع، تقوم على البصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. فلا يصلح أن يدعو لهذا الدين من لا علم عنده، لأنه يسيء إليه ما أكثر مما يحسن إليه، ويحمله ما لا يحتمل. فالله جل وعلا إنما أوجب الدعوة على العلماء الذين تحملوا هذا العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه مهمة الطالب والعالم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه ينقذ البشرية من الضلال إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة. ولهذا اعتنى المسلمون قديماً وحديثاً بتعليم أبناء المسلمين، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه وكان طفلاً صغيراً، يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. فإن السؤال إنما يكون ممن يملك إجابة السائل ويعطيه ما سأل، وهو الله سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن البشر لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه يقوي المسلم ويحمله على الاستمرار في نشر الخير والدعوة، ولا ييأس من رحمة الله، ولا ييأس من القبول. إذا لم يقبله طائفة قبلته طائفة أخرى، وإذا لم يقبله الحاضرون قبله البعيدون الذين تبلغهم هذه الدعوة وهذا العلم. فهذا العلم مثل المطر، أينما حل نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن مهمتكم أيها الإخوة
في هذا الأمر مهمة عظيمة، وقد هيأتم أنفسكم لتحملها بانضمامكم إلى هذه الجامعة المباركة، تنهلون من علومها وتأخذون العلم عن مشائخها، ثم ترجعون إلى بلادكم مبشرين ومنذرين، فينتشر الخير على أيديكم. الدين ينتشر بإذن الله، إذا لم تقوموا به اختار الله له أناسا آخرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فدين الله منصور ودين الله محمي بنا أو بغيرنا، ولكن يجب أن لا نهمل حظنا من هذا الأمر العظيم، وأن لا نهون من ما يقوم به إخواننا من الدعاة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، بل نتعاون معهم ونتبادل معهم الخبرات والطريقة الصحيحة لنشر هذا العلم. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا بالنسبة لعموم المؤمنين، وهو كذلك بطريق أخص هو في العلماء أخص، في أنهم يشد بعضهم بعضا. يا إخوان، تعلمون ما يعج في الساحة الآن من التناكر والتدابر والتقاطع والتماس العيوب لأبناء المسلمين وللعلماء بخاصة، فعليكم أن تحاولوا إزالة هذه الغشاوة، وأن تقفوا في وجه هذا الزحف الماكر، وأن تبينوا للناس حقيقة هذا الدين، وأنه دين الرحمة ودين التواصل ودين الاجتماع. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تمثلوا هذه الآية الكريمة مع إخوانكم، ولو أدركتم على أحد منهم نقصا أو عيبا فليس إزالة ذلك بالتنابز بالألقاب والتماس العيوب، وإنما هو بالتناصح وتصحيح الخطأ. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما ضرنا الآن إلا التمزق والاختلاف والتنابز بالألقاب، وما نسمعه وما يبلغنا من تفرق المسلمين وتشتت المسلمين إلى جماعات وأحزاب وإلى فئات، كل فرقة كل حزب بما لديهم فرحون. كلنا سنادنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نستند إلى ما بأيدينا مما خطته أقلامنا من التنابز بالعيوب والتنابز بالألقاب، لا، ليست هذه طريقة المسلمين، وإن انشغل فيها كثيرون اليوم فأنتم تعالجون هذا، ولله الحمد تعالجون هذا التنابز وهذا التدابر
نعم المخطئ يرجع عن خطأه، ولا يجوز له أن يستمر إذا تبين له الحق، فلا يسعه إلا أن يقبل الحق. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم لا يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فطريقة أهل الحق أنهم يتعاونون على أداء مهمة دينهم ويحملون هذا العلم وهذا الدين عمن سبقهم من آبائهم وأجدادهم ومن علمائهم، تحملونه تحملا صحيحا وينشرونه في الناس، ويحمل كما في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا العلم أنزله الله من السماء رحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين، وهو باق إلى أن تقوم الساعة. فعلينا أن نحمل هذا العلم وأن نتدبر هذا القرآن وأن نتدبر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته، ونسير على مقتضى ذلك إن كنا نريد الإصلاح. أما من يريد الإفساد فإن طريقته أنه يبحث عن النقائص والعيوب ويشهرها ويفرق بين المسلمين. هذه طريقة المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يمكرون بالمسلمين في الداخل. وأما طريقة المؤمنين فإنها كما وصفها الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فمن كان يريد هذا فعليه أن يسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تابعهم من أهل العلم والدين، طريق واحد لا ينحرف عنه إلا هالك. الله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أمرنا أن نسلك صراطه المستقيم وهو الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. فهذا الذي أمرنا الله به وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نقرأها فرضا واجبا علينا في كل ركعة من صلاتنا. لماذا؟ لأنها ترسم لنا الطريق الذي نسير عليه في التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والتعامل بين المسلمين. فهي منهج رباني نسير عليه في حياتنا وفي دعوتنا وفي جميع تصرفاتنا.
وهو الصراط المستقيم يعني المعتدل، وما عداه فهي طرق منحرفة على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطاً معتدلاً ثم خط عن يمينه خطوطاً وقال للخط المعتدل هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله قال وهذه سبل، قال الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. انظروا إلى قوله على كل سبيل منها شيطان، تجدون أن الدعوات المنحرفة على كل دعوة منها شيطان أو أكثر من شيطان يدعون الناس إليها ليصرفوهم عن الدين الحق وعن الدعوة السليمة وعن المنهج المستقيم، ويشتد هذا كل ما تأخر الزمان حتى يكون القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر من شدة ما يلقى من الأذى ومن شدة ما يلقى من تحمل هذا الأمر بين أناس يتنابزونه من هنا وهناك كل يدعوه إلى السبيل المنحرف. نسأل الله العافية والمعافاة. ما بنيت المساجد للصلاة فقط، إنما بنيت للدعوة إلى الله، للصلاة أولا تجمع الناس، ثم الدعوة إلى الله والتواصي بالحق. المساجد منارات ومدارس تشع النور في المجتمعات، وكل حارة أو كل بلد ليس فيها مساجد فهي مظلمة وتسيطر عليها الشياطين، ولهذا شرع الأذان لأنه يطرد الشياطين ويدعو إلى الصلاة. فلو تأملنا هذا وتدبرناه وعملنا به لما رأيتنا الآن إلا القليل منا، لا نقول الكل، ما لرأيتنا لا نتنابز بالألقاب، لا يعادي بعضنا بعضا من أجل خطأ ارتكبه قبل أن يبين له ويناصحه، فإذا أصر فله حق في أن يجافيه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى صوابه، لكن لا يتبع هذا أذى أو أفعال سيئة، بل يكون هجرا بالحق. الهجر الجميل، وهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر الذي لا عتاب معه. فهذا يعني يكون مجتمع صافي كله، ما يمكن هذا. سنة الله أنه يوجد في المجتمع من يقف في طريق الناس، من يريد إغواء الناس ليتبين الصادق في إيمانه من الذي في إيمانه ضعف أو تزعزع أو انحراف. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالناس لا يتركون بدون ابتلاء وبدون امتحان، ولكن الحمد لله طريق واضح والمنهج واضح أمامنا، إلا من أغواه هواه فإنه لا ينظر إلى الطريق ولا إلى الصراط، وإنما ينظر إلى ما يمليه عليه هواه أو ما يدعوه إليه إخوان الشياطين. أما من يريد الحق فالحق واضح، لكن يحتاج إلى صبر. هو واضح وبين، لكن يحتاج إلى تمسك ويحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك،
إن ذلك من عزم الأمور. والله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يكفي إن الإنسان يصلح في نفسه ويقول ما علي من الآخرين، لا، عليك أن تبلغهم، أن تناصحهم، أن تدعوهم إلى الله عز وجل. وأما أن تسكت وأنت ترى الناس على طريق مهلكة فهذا أمر لا يجوز. ولا تقل إنهم لا يقبلون، أنت بلغ وأدي ما عليك وسيصلح الله بك ولو عددا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نحن لا نباهي بالكثرة، إنما نباهي بالحقيقة. فئة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. مع الصابرين. لماذا ذكر الصبر؟ لأن هذه الفئة القليلة ستتعرض إلى ما تتعرض إليه من الأذى ومن السخرية ومن الألقاب السيئة، ولكنها تصبر ما دامت تعلم أنها على طريق صحيح وأنها على طريق مستقيم. وليس بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته ليس هناك منهج صحيح غير الكتاب والسنة، ولكن الكتاب والسنة لا يكفيان وجودهما حتى يقام بدراستهما وبمعرفة معانيهما ويكون على الإنسان على عقيدة سليمة وعلى عقيدة صحيحة وعلى نية صحيحة. فالإنسان ما يكفي أنه يعرف الحق، كم ممن يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به. اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، النصارى عندهم عمل لكن ليس عندهم علم. أما هذه الأمة ولله الحمد فعندها العلم النافع وعندها العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسل رسوله بذلك، بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع وبالعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. لما قام به سلفنا الصالح خير قيام انتشر الإسلام في المشارق والمغارب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، لا لطمع يعطون إياه ولا لسياط يخشون منها، وإنما قبلوا هذا الحق لأنهم وجدوا فيه الخير والصلاح والهداية والطمأنينة، فاستراحوا إليه وتبعوه عن طواعية واختيار. فهذا الدين لم ينتشر بالسلاح، إنما السلاح للمعتدين الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولذلك الذي لا يقاتل من الكفار لا يقتل، كالشيخ الكبير والراهب في الصومعة والمرأة والصبي الصغير، هؤلاء لا يقتلون. ليه؟ هم هم كفار بلى، ولكنهم لا يؤذون المسلمين ولا يدعون إلى الكفر، وإنما هم على الكفر لكن لا يدعون إليه الناس ويضلون الناس بذلك. فهذا الدين إنما جاء بهداية البشر وصلاحهم وفلاحهم. وهذا الدين لا ينتصر بنفسه، لا بد له من حملة يقومون به خير قيام. أنت لو ملأت بيتك بالأسلحة الفتاكة وأنت لا تحسن استعمالها ولا تستعملها، يدخل عليك السراق ويقتلونك ويأخذون مالك وعندك الأسلحة. هذه الأسلحة عندك،
لكن ما تستعملها. كذلك هذا الكتاب والسنة إذا لم تستعملهما فإن الضلال سينتشر ويجتثك ويجتث ذريتك، وأنت عندك المصاحف وعندك الكتب، عندك مكتبة ضخمة فيها من كل كتاب، لكن ثم ماذا إذا لم تعمل بها؟ لو ما كان عندك إلا المصحف الشريف وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكفى هذا، ولكن ما هو بالعلم بكثرة الكتب والمكتبات، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالعمل، إنما العلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هداية المسلمين وهداية الخلق وإنقاذهم من الضلال إلى الهدى ومن النار إلى الجنة. هذا سبيل المؤمن، يريد الخير للبشرية لا يريد لها الشر، إلا من وقف في وجه الخير فلا بد من إزالته. هذا هو المنهج السليم. على كل حال، شباب المسلمين هم عدتها بعد الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلمين أن يعتنوا بشبابهم، أن يعتنوا بشبابهم بالتعليم النافع والعمل الصالح والتوجيه السليم، وأن لا يتركوهم لأعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين من دعاة الضلال الذين يتجولون بينهم ويقتنصونهم في الرحلات، في الاستراحات، في كل مكان. لا تتركوا أولادكم فريسة لهؤلاء، عليكم بأنتم مثل الذي يعيش بين سباع ومعه غنم، إذا نام عنها أكلتها السباع. إذا تركتم أولادكم وأهملتموهم، الأم تخرج لوظيفتها قد يكون من آخر الليل وتترك صبيها للمربية أو لدور الرعاية أو ما أشبه ذلك، والأب لا يأتي إلى بيته إلا للأكل والشرب فقط، وإنما يسرح ويمرح بين الملاهي وبين أصدقاء السوء أو بين طلب الدنيا، مشغول بالدنيا ليله ونهاره. هذا الذي حصل على كثير من الناس اليوم، فعلينا أن نرجع إلى صوابنا وأن نحمي شبابنا. أنت تغلق الدكان وتغلق الصندوق على الأموال، على الذهب والفضة، وتحافظ عليها وتجعل الحراس. إن أبناءك أغلى من هذه الأموال، لماذا لا تحرسهم؟ لماذا لا تتابعهم أين يذهبون؟ لماذا لا تحرص على تعليمهم؟ لماذا لا تستصحبهم للمساجد؟ لماذا لا تحضرهم في دروس العلم؟ أنت ما تدري عنهم، تجي آخر الليل وتذهب، إذا ملأت بطنك بالطعام تذهب إلى شغلك إلى تجارتك. الأولاد ما تدري عنهم، صلحوا أو فسدوا، مرضوا أو صحوا، ما تدري عنهم لأنك مشغول بدنياك. والأم موظفة تخرج إلى عملها آخر الليل وتترك الأولاد للمربيات والمربين. أهذه طريقة صحيحة للتربية؟ يا عباد الله، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أولادكم، فإنهم سيذهبون خسارة عليكم، يكونون حسرة. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نسأل الله العافية. فليس الكلام على جمع الأموال، الكلام على تربية الأولاد. الأولاد هم الثروة الحقيقية، ما هي الثروة الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير إذا جمعتها ذهبت إلى غيرك، توازعها الورثة وقد يكونون أعداءك تؤول إليهم أموالك، لكن أولادك إذا صلحوا نفعك الله بهم حياً وميتاً، وصاروا أثراً
صالحا بعدك. فعليكم العناية بأولادكم يا إخوان، أولادكم أولادكم يا إخوان. البنات خطر على المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في خطبة حجة الوداع يقول صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، بأن تقوموا عليهن وتحفظوهن وتصونوهن من الضياع، وإلا فإنها ستكون حسرة عليكم كما ذكر الله في المنافقين، وتكون الأموال حسرة عليكم وتذهب إلى غيركم، حظكم منها التعب وحظ غيركم منها الفائدة. فاتقوا الله واعملوا لآخرتكم أكثر مما تعملون لدنياكم. ثروتكم الحقيقية هي أولادكم وبناتكم، اعتنوا بهم. وإذا علم الله من قلوبكم، إذا علم الله من قلوبكم الصدق أعانكم وأصلح أولادكم، وإذا علم الله من قلوبكم غير هذا سلط أولادكم عليه ليكونون عليكم حسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من والد يتمنى أن يموت ولده ليستريح منه، كثير يتمنون أن يموت أولادهم، أن يقتلوا ليستريحوا منهم، لأنهم أصبحوا عذاباً عليهم، كما قال الله سبحانه: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. فنحن في وقت لا يسعكم أن تهملوا أولادكم، أن تتساهلوا في أمرهم، أن تتكلوا على تربية المربية وتربية الخديم وما أشبه ذلك، على تربية المدرسة، على تربية دور الرعاية، هم أمانة في أعناقكم، أنتم المسؤولون عنهم يوم القيامة، أنتم المسؤولون عنهم، ما هو المسؤول الخديمة ولا المربي وإلا دور الرعاية، أنتم المسؤولون عنهم. وإذا صلحوا فإنهم يكونون خيرا لكم ونعمة عليكم، وإذا فسدوا يكونون حسرة عليكم ويكونون خسارة عليكم. فالأمر يستدعي منا ومنكم ومن جميع المسلمين الاهتمام بهذا الأمر، بأمر الأولاد، بأمر الذرية، بأمر البنات خصوصا، لأن البنات عورة ويقتنصهن ذئاب البشر، فحافظوا عليهن، وأنتم المسؤولون، الله ابتلاكم بهن، فاصبروا عليهن وربوهن التربية الحسنة، صونوهن، استروهن، حافظوا عليهن، فإنهن في أعناقكم تسألون عنهن يوم القيامة. هذا ما حضرني الآن، وما بقي وما لا أذكره ربما يكون أكثر وأكثر، ولكنه من الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي شيخنا هذا التوجيه وهذه الإفادة، نسأل الله جل وعلا يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وردت الكثير من الأسئلة وسنعرض ما تيسر منها إن شاء الله. معالي شيخنا يقول: كيف نوفق بين قولكم وفقكم الله أن الدعوة لا يتولاها إلا العلماء، وبين رجوع طلبة العلم إلى بلدانهم ودعوة أهلهم وعشيرتهم والناس؟ هنا طلبة العلم معهم علم، رجعوا بعلم، أما من رجع وهو جاهل هذا لا يصلح للدعوة، إنما الطالب الذي رجع بعلم واستفاد. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل الخوارج كفار؟ وهل ما يسمون بالدواعش الآن
يطلق عليهم خوارج أو بينهما فرق؟ ليس الخوارج كفاراً ولكنهم ظلال. سئل علي رضي الله عنه عنهم قال أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. هم ما فعلوا هذا إلا أنهم يكرهون الكفر وفروا منه، لكن لم يحسنوا الطريق التخلص من الكفر ومن الأعداء، سلكوا طريقاً غير الطريق الصحيح فظلوا والعياذ بالله. ومن سار على نهجهم، ما أقول دواعش ولا أقول، كل من سار على نهج الخوارج فهو منهم بأي اسم سمي، فهو منهم بأي اسم سمي. نعم نعم. يقول هل يجوز مماشاة المنحرفين والأكل والشرب معهم والضحك معهم بحجة الدعوة والنصيحة؟ إذا كان أنه صادق في الدعوة والنصيحة وأنه لا يسكت معهم وإنما يبين لهم فإن هذا صحيح، هذا من الدعوة إلى الله. لكن إذا رأى عدم التقبل منهم فإنه يتركهم ولا يستمر معهم. نعم. يقول سماحة الشيخ حفظكم الله، ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم ويلبسون ما لا يليق بطالب العلم؟ أين العلم الذي يطلبونه ما داموا لا يمتثلون؟ لا يمتثلون ما أمر به العلم وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهى عن الإسبال، والإسبال ما نزل عن الكعبين، ما نزل عن الكعبين فهو في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، وما كان من الكعبين فما فوق فإن هذا لا بأس به، هذا لباس شرعي. فهذا مسألة الإسبال. ومسألة إيش؟ اللحية. اللحية، الرسول أمر بإعفاء اللحى وإرسالها وإكرامها. فاللحى لا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا بتخفيف، وإنما تترك لأنها جمال للرجل وفارقة بينه وبين المرأة، أكرمهم الله بهذه اللحى، فهي سمة رجولة وسمة شهامة، فلا يزيلوها من وجوههم حتى تكون وجوههم كوجوه النساء. نعم. هذا سؤال تكرر كثيراً، يقول كيف يعالج طالب العلم ما عنده من الضعف في طلب العلم؟ يقول حيث أنني كلما حفظت متنا تفلت مني والشروحات لا يبقى معي إلا نادر. إيش؟ يقول كيف يعالج الفتور في طلب العلم والضعف في طلب العلم؟ عالجه بالجد والاجتهاد، لا تستلم للفتور والكسل، بل عليك بالجد والاجتهاد ومصاحبة المجدين والمجتهدين الذين يعينونك على طلب العلم الصحيح. نعم. هذا السائل يقول من عكف على أشرطة العلماء بالسماع والتفريق والتعليق على المتون الموجودة عنده هل يكون عالما بذلك؟ لا، ما يكفي هذا، وليس طلب العلم بالاقتصار على الأشرطة ولا بالاقتصار على الكتب، وإنما العلم بالتلقي عن العلماء، وهذه الكتب وهذه الأشرطة معينة فقط وآلة وأداة فقط، وليست يؤخذ عنها العلم. نعم. هذا يقول في قريتي وجدت مساجد فيها قبور، فما الواجب علي؟ دعوة إلى الله وبيان هذه القبور والذهاب إلى أهل الحل والعقد لإزالتها وبيان مفاسدها، فإذا لم يمتثلوا فأنت بلغت وأديت الأمانة، وعليك أن تواصل النصيحة، لعل الله أن يجعلك تصادف رجلا يقوم بنصرة هذا الدين من ولاة الأمور. نعم. وفقكم الله. يقول ما هي الضوابط التي نحكم على جماعة أو على فرد أنه من أهل البدعة؟ البدعة ما خالف السنة. من عمل، يا أخي الرسول بينها، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة هي ما أحدث في الدين
من غير دليل من الكتاب والسنة، هذه هي البدعة، وسواء من أحدثها ومن عمل بها وهو يعلم أنها بدعة يستوون في الإثم. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم الطالب الذي يقصر الصلاة في طريق طلب العلم مدة سنتين وثلاث ويقول أنا مسافر؟ لا يا أخي، إذا أقمت أكثر من 4 أيام في السفر، أقمت نويت إقامة أكثر من 4 أيام في السفر، فأنت مقيم، يلزمك الإتمام والصيام في رمضان، والسفر انقطع بهذه الإقامة. نعم. يقول معالي الشيخ: ما دور طلاب العلم في بلاد لا تحكم بشرع الله، وإذا طلبوا العلم ونشروه سجنوا وعذبوا؟ عليهم أن يقوموا بالبيان والدعوة إلى الله، ولو سجنوا وعذبوا يصبرون على هذا. نعم. نعم. يقول: ذكرتم بارك الله فيكم بالأمس أن لا يطلق لفظ مؤمن إلا على من ثبت إيمانه، فكيف نعرف أن هذا المرء مؤمن؟ أقول: لا نشهد لأحد، لا نشهد، أما إطلاق أنه مؤمن هذا يطلق عليه بما يظهر منه، لكن الشهادة لا تشهد له أنه مؤمن، لأن هذا إلى الله سبحانه، هو الذي يعلم ما في الصدور وما في القلوب، وأنت إنما تحكم على الظاهر. نعم. هذا يقول: ما حقيقة هجر المبتدع وما حدوده؟ إذا كان المبتدع يرتدع بهجره فإنه يهجر، وكذلك العاصي، كذلك العاصي إذا لم يرتدع عن معصيته إلا بالأجر فإنه يهجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، لكن إذا كان أخوه لا يرتدع إنه يزيد عن 3 إذا كان في هجره ردع له، أما إذا كان هجره ما يزيده إلا سوءا فإنه لا يهجره، لكن يواصل النصيحة معه ولا يسكت. نعم. هذا طالب يقول: أنا عندي موقع في الفيسبوك للدعوة إلى التوحيد والسنة، علما بأن المتابعين يقول 10,000 من دول العالم الإسلامي، فما نصيحتكم ولأمثالي من طلبة العلم من أصحاب المواقع هذه؟ المواقع ما ندري وش اللي فيها، ربما يكون فيها غلط وكلام ما هو صحيح، أو يتكلم فيها غير علماء. وموقع له يا شيخ للدعوة التوحيد والسنة. أي هل هو عالم، هو يعرف التوحيد والسنة؟ إذا كان عنده علم وعنده معرفة وبصيرة جزاه الله خيرا، هذا طيب. نعم. هذا طالب يقول: يا شيخ، سؤالي: إذا كان الطالب رجع إلى بلده وجد مساجد يدعون أنها مساجد السلفية وهم على مخالفة، يعني مخالفة منهج السلف، فهل يجوز لطالب العلم أن تكون دعوته في هذه المساجد؟ بالحكمة والموعظة الحسنة أنا يدعو إلى الله في هذه المساجد، إذا لم يمنع يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم. هذا السؤال يقول: كيف نواجه الفتن في هذا الزمن؟ نواجهها بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصبر، الصبر على هذا، على هذا الأمر، لا بد من الصبر في مقابلة الفتن ومنابذة الفتن وابتعاد عنها، لا بد من الصبر. نعم. السؤال الثاني يقول: ما هو المنهج في دعوة أهل البدع؟ من الكتاب والسنة، تقول هذا بدعة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا أخي انظر إلى عملك وإلى ما أنت عليه، هل هو مطابق للكتاب والسنة فاستمر عليه، هل هو مخالف تب إلى الله واتركه. نعم. هذا السؤال أيضا تكرر شيخنا، يقول حفظك: ما هي الأمور التي تعين طالب العلم في الثبات على طلب العلم؟ ما هي الأمور التي تعين طالب العلم على الثبات في طلب العلم؟ صدق النية وصلاح النية والصبر على طول المدة والمذاكرة وطلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى مدة ويحتاج إلى صبر. نعم. يقول: ما حكم قول لا قدر الله أو لا سمح الله؟ هذا دعاء تدعو إن الله ما يقدر عليك كذا وكذا. نعم.
لكنه يقول هل هناك فرق بين لا قدر الله لا سمح الله؟ المعنى واحد، أن تدعو الله لا يقدر عليك كذا. نعم. وهذا السؤال من بعض طلبة العلم، يقولون شيخ نريد المنهجية مختصرة في طلب العلم نسير على ضوئها. هل أنتم عليها الآن في هذه الجامعة وتتلقون العلم عن العلماء والمدرسين وحضور الندوات الإسلامية وحضور المحاضرات؟ هذه الطريقة لطلب العلم. نعم. السؤال يقول كيف يؤدي الطالب أمانته العلمية في مجتمعه إذا كان من قبل الحكومة قيود تمنعه؟ كيف؟ يقول كيف يؤدي طالب العلم الأمانة التي على عاتقه في الدعوة إذا كانت من قبل الحكومة تمنع هذه الدعوة؟ يقوم بما يستطيع، يقوم بما يستطيع، وما لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول في مجتمعنا الآن يقول طوائف كثيرة، كل أحد يدعي أنه على منهج السلف، فكيف نميز أنفسنا بين تلك الطوائف؟ تعرض ما عليه تلك الطوائف على الكتاب والسنة، فما وافقها فهو حق وما خالفها فهو باطل، عندك الكتاب والسنة. نعم. يقول حفظكم الله، ما حكم الكاهن يبني المسجد لأنه هو الذي عنده قدرة؟ المساجد لا تبنى إلا بمال طيب. حتى قريش، المشركون من قريش لما أرادوا بناء الكعبة جمعوا لها من المال الطيب، ولكن لا يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم، فقصروها وبنوا ما يستطيعون منها، وهم كفار يعلمون أنه ما يجعل في المساجد إلا مال طيب حلال. نعم. لكن سؤاله شيخ يقول ماذا نفعل بهذا المسجد الآن؟ وش فيه؟ المسجد الذي بناه هذا الكاهن، يقول هل نهدمه؟ هل نهجره؟ الله، يسألوا علماء بلدكم فهم أدرى بالواقع، يفتونكم في ذلك. يقول نرجو من فضيلتكم النصح لطلاب الجامعة وكذا موظفيها بحسن الخلق، حسن المعاملة. أنا ما أشوف عليهم إلا الخير والآداب الصحيحة، وأرجو الله أن يزيدهم من السيرة الحسنة وطلب العلم والعمل بما علموا. نعم. هنا يقول أنا طالب من أندونيسيا، فأحببت إذا أنت عمق في الفقه الشافعي فدلني على أهم الكتب. يقول أهم كتاب في الفقه الشافعي يريد من فضيلتكم. اسأل يا أخي علماء الشافعية، هم أدرى بكتب مذهبهم. نعم. هناك بعض طلبة شيخنا يقول نحن نأتي هنا وندرس المذاهب وتبين أن الحق في غير مذهب الذي عليه البلاد، فإذا رجعنا إلى بلادنا هل يعني نتبع المذهب البلاد ونفتي به، أو نفتي بالحق الذي تعلمناه هنا ورجحه المشايخ؟ عليكم بالإفتاء بالحق، ولكن مع الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لا يكون هناك نعرات ولا يكون هناك انقسامات، عليكم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ربما يكون المخطئ ما درى أنه مخطئ فبينوا له. نعم. آخر سؤال نختم به، يقول شيخنا نريد نصيحة تختمون بها للطلاب العلم أن يعصمهم الله عز وجل من الفتن. نعم، الفتن الآن كثيرة، والفتن الآن طارت في الآفاق بطريق وسائل الإعلام، صارت تدخل كل بيت، تدخل على الإنسان في بيته بلا استئذان، فالأمر شديد. لكن عليكم أن تحفظوا أنفسكم وألا تدخلوا بيوتكم هذه الوسائل، وألا تدخلوا في جوالاتكم هذه الأمور. لا